عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر أمس الجمعة الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى. وصرح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن جولة السيد الرئيس شملت تفقده أعمال تطوير محور جمال عبد الناصر، والذي يعد من أهم الشرايين الحيوية بمدينة القاهرة الجديدة وشرق القاهرة امتداداً إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ويعتبر من المحاور ذات الكثافة المرورية العالية التي تخدم العديد من المواطنين، حيث ينقل الحركة بين مدخل الطريق الدائري وصولاً إلى مدخل العاصمة الإدارية الجديدة من محور محمد بن زايد، بما يمثل بديلاً لمحوري 90 الشمالي والجنوبي، كما أنه يتقاطع مع عدد آخر من المحاور الرئيسية والمهمة مثل محور طلعت حرب ومحور محمد نديب ومحور الجزيرة ومحور العبور. وأضاف المتحدث الرسمي أن طول محور جمال عبد الناصر بيبلغ حوالي 11 كيلو متر وبعرض حوالي 45 متر وبإجمالي 6 حارات بكل اتجاه بعد التطوير. أيضاً بيتضمن حل مشاكل التقاطعات المباشرة ليتم تحرير المحور واستبداله بعدد 5 كباري. واطمأن السيد الرئيس من العاملين على سير العمل، وكمان استمع لأرائهم ووجه بضرورة مراعاة تطبيق المواصفات القياسية في تطوير محور جمال عبد الناصر بما يشمل أعمال التخطيط المروري واللافتات الإرشادية للمناطق السكنية والخدمية، أخذاً في الاعتبار أهمية هذا الأمر لضمان السيولة المرورية بالمحور وكمان المحور المتقاطعة معهم، وذلك بهدف التيسير على المواطنين وتسهيل حركة المركبات بشكل سلس.